كابتن وائل جمعه كان على صفحته الشخصيه شاير صوره بتجمع زي ما احنا شايفينها معانا على الشاشه، محمد الشناوي ومصطفى شوبير والاثنين بيحضنوا بعض بعد احدى اللقاءات، ورساله مهمه محمد الشناوي كمان شيرها، كان الرساله عايزه توصل للناس. احنا بنتكلم النهارده عن فريق النادي الاهلي، ما بنتكلمش عن اشخاص ايا كان مين يحرص عليه النادي الاهلي، احنا هدفنا البطوله. طبعا ده ده يعني اولا كابتن النادي الاهلي الحالي، كابتن اللي حصل بطولات كتير جدا الفتره اللي فاتت، ولاعب هو الاهم في اللي يعتبر في الجيل ده من حيث المشاركات وكثره البطولات مع النادي. الشناوي لازم يدي المثل للاعبين وللجمهور ولكل الناس، في معنى ان انت تبقى كابتن النادي الاهلي يا اسامه. انت اتحطيت في موقف صعب جدا، موقف الاصابه، عودتك في الوقت اللي خد فيه الفرصه مصطفى شوبير واثبت ان هو يستحق انه يلعب، انت لسه ما زلت. فالصوره عجبتني جدا، ده المعنى اللي انا حبيت ان انا انقله للناس، يعني ان ده النادي الاهلي، ده كابتن الفرقه وقائد الفريق واكتر لاعب محقق انجازات واهم واحد في الفريق، بيساند وبيدعم الحارس اللي لعب مكانه وخد الفرصه منه. فيعني ده المعنى، كل التوفيق ان شاء الله للاثنين. اسامه الشناوي يرجع الفتره اللي جايه ان شاء الله، النادي محتاجه والمنتخب محتاجه والنادي الاهلي محتاج المنافسه، محتاج المنافسه على المكان. احنا يعني في جيلنا كلنا انت كنت موجود وبتشوف المنافسه ازاي يا اسامه، التمرين كنا اللعيبه يعني بتاكل رجل بعض عشان المشاركه في الملعب، وكل واحد ياخد مكانه في الفريق، فالمشاركه صحيه لصالح الفريق، وطول ما النادي فيه مشاركه وفيه منافسه على المكان هتلاقي الفرقه كويسه وهتلاقي الفرقه متماسكه. انما لما يجي لك فتره فيها لعيب ضامن مستواه وضامن ان هو متواجد في الفريق، دي هتبقى صعبه جدا جدا على النادي الاهلي انه يحقق انجازات، وهتلاقي دايما في مشاكل.